صباح الخير على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ابني حياتك. النهاردة معنا في الفقرة الثابتة في المطبخ بتاعنا تحت عنوان أكلة لذيذة، ويسعدنا أن يكون معنا الشيف ولاء مهدي أدمن مطبخ بهاريز للأكل البيتي. صباح الخير يا شيف ولاء. صباح الخير يا أستاذ إسلام. يا ترى النهاردة هتقدم لنا يا شيف ولاء؟ إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة، هنعمل كوردن بلو وهنعمل صوص الجبنة الشيدر. تمام يا جماعة، احنا كده هنبدأ النهاردة بالكوردن بلو وسلطة ايه؟ سلطة الصوص الشيدر. سلطة الصوص الشيدر، صوص الجبنة الشيدر. صوص الجبنة الشيدر يا جماعة، معلش احنا مش خبراء يعني، هي لسه أكلة في الطبخ. يعني تمام. دي بتكمل. طيب انت تدينا فكرة كده عن كوردن بلو حضرتك قبل ما تعرفينا المقادير. الكوردن بلو عبارة عن فراخ. تمام. صدور فراخ مقطعة، ومعايا روز بيف أو لانشون، ومعايا جبنة شيدر أي نوع تحبيه أو أي نوع الست تحبه. تمام. ومعايا هنا نشا وبقسماط ودقيق وفلفل اسود وملح وبهارات سبعه، ومعايا جنزبيل سنه صغننه. ده جنزبيل على توم بودر. جنزبيل جنزبيل يا جماعه، توم بودر جنزبيل ده بيدي طاقه ايجابيه. جميل قوي. تمام. بس تمام. تمام. طيب ادينا فكره عن الطبخه دي بقى سنه كام. ومعايا لبن. لا ده اللبن ده لازم. معايا لبن ومعايا بيض. تمام. طيب تمام، اتفضلي. ماشي. اتفضلي. الكوردن بلو اصلا هي اكله المفروض ان هي مشهوره ان هي ايطالي، بس هي في الاصل اكله سويسري. اتعرفت هناك سنة 1940. هنقول المحتوى الغذائي بتاعها، تحتوي كل قطعة كوردن بلو على 200 جرام تقريبا بحسب موقع شهية. السعرات الحرارية لكل قطعة 483، الدهون 39، الدهون المشبعة 8، الكوليسترول 133، الكربوهيدرات 2، البروتينات 30. لم يتم احتساب الطبقة الخارجية. طب تمام، كل ده يا جماعه انت بتاكل ايه؟ كل ده بروتينات وباور قبل الطبقه الخارجيه كمان. اتفضلي يا شيف ابدا. هنبدا بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. اكله يا جماعه كلها دهون وبروتينات و بسم الله كلها باور. معايا هنا صدر الفراخ. هندقه كده بحيث ان الطبقه تبقى معاكي رقيقه، ما تبقاش تخينه، علشان في التحمير ما تبقاش نيه معاكي. تمام. تفردي على قد ما تقدري. تمام. تمام. ماشي، ثواني بس البس جلوف. لا براحتك. لازم تبقى نيه خالص يا جماعه. هي اكله سهله جدا جدا جدا. الملح معانا رشه صغننه كده، وفلفل. بتحط التوابل بتاعتها وانت بتعملي. تمام كده، وسنة توم بودره على جنزبيل، وندعكها كويس، واليمة الثانيه زيها بالظبط. يعني احنا كده بنبهر من كل حاجه الفراخ. يا جماعه من التوابل سنه من كل حاجه، سنه ملح عشان وسنه الفراخ وبهارات. لازم الفراخ تكون مغسوله كويس ومتصفيه من ميتها، ما فيهاش اي سوائل. تمام. ده شرط النجاح الكوردن بلو. تمام. تمام. معايا بقى هنا اللانشون بقى. الروز بيف او اللانشون. بيف. بصوا بقى. اسم العلم بقى. في خطوه حلوه قوي. تمام. احنا هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنلف كده. زوم يا جماعه على اللفه. المفروض ان احنا بنلف كده. كده غلط. كده هتبقى نيه، الفراخ هتبقى نيه من جوه. لا، احنا نلف دي مع بعضها كده. زي ما انتم شايفين يا جماعه بنلف الجزء الداخلي الاول. تمام. تعالى لخني اصلا. لا عادي، مش مشكله، عايز تشتغل من غيره عادي. انا هشيله عشان مش عارفه اشتغل من غيره. زي ما انتم شايفين يا جماعه، الاول لفينا الروز بيف والجبنه الشيدر الاول، وبعد كده هنلف الفرخه تاني عليهم او صدور الفرخه اللي المخليه. نلف كده ونقفل من هنا ومن هنا ونمسك كده. تمام. اهي زي ما انتم شايفين الشكل النهائي بتاعها كده. اهي فين الاكياس؟ شوفي معايا هنا اكياس ثلاجه او استرتش المتاح عندك تلفي بيه. تمام. يعني لازم تتلف كمان في كيس. لازم تتلف. طيب. كده. والمفروض ان هي هتتشال في الفريزر، بس احنا طبعا مجهزين اللي هيتشال في الفريزر.
تمام. يعني يا جماعه بعد ما نلفها نبدا ان احنا نلفها في كيس ونبدا نحطها في الفريزر. تتحط قد ايه في الفريزر بقى يا شيف؟ من قد ايه لقد ايه ممكن مثلا؟ اقصى حاجه ممكن ساعه، يعني لو انت مستعجل قوي ممكن نص ساعه كمان. تمام اتفضل. يلا هنعمل واحده كمان. شوفوا واحده كمان يا جماعه على الهواء. هنملح ونبهر. التوابل بتاعتنا يا جماعه اللي هي التوابل طبعا. المعتاده في اي بيت وموجوده معانا في اي بيت. الناحية التانية. تمام. أكلة لذيذة وحلوة وأكلة شيك قوي. ده ما احنا لسه هندوب بقى. إن شاء لسه الله. هناخد بقى لسه بأمر الله. خلاص تمام. تمام. يلا التانية. روز بيف اهوت يا جماعة برضه، روز وجبنة بيف الشيدر والجبنة، ونلفهم تاني برضه. وزي ما قلنا دول يتلفوا الأول لوحده. في حتة كمان جوه أهي. يلا تعالي زيادة الخير خيرين. النصيب بقى. النصيب. ماشي. ونلف ونقفل كويس. لو الكوردن بلو فيه سوائل ليمون خل ميه تمام مش هينفع معاكي ومش هيطلع معاكي مظبوط ومش هيديك النتيجه اللي انت عاوزاها. لازم تتصفى جدا يا جماعه، لازم يبقى لازم متصفي. تتصفى جدا. تمام. زي ما شايفين هو شايفين. ماسك نفسه اصلا ازاي. تمام. ماسك نفسه زي ما انتم شايفين كده اهو. اظن اسهل من كده. واكله مفيش. صحيه جدا للاطفال بالنسبه للامهات طبعا، لان طبعاً. الامهات اكتر الناس بتهتم بصحه اطفالهم والاكل الغذائي معين لاطفالهم عشان في مرحله تكوين جسم الطفل. ده اكله لما جميع البروتينات الغذائيه المطلوبه، جميع العناصر الغذائيه المطلوبه. الكبار بيحبوها والصغيرين. طب واكله سريعه يا جماعه جميلة. واكله تعتبر زي الوجبات السريعه وأظن الخفيفه. هي وجبه غاليه جدا، بتتباع بره في المحلات غاليه جدا. انت تمام. بتعمليها في البيت بكل سهوله. بس هي كده كده وبتوفري. بالنسبه لمقاديرها كويسه مش مكلفه. شيف اكله لا. اقتصاديه يعني اي حاجه في البيت وتكفي طبعًا. عيله طبعا. يعني نص كيلو ممكن يكفي عيله. نص كيلو تمام. بانيه صدور هيكفي عيله كامله زي ما قلنا. طبعا نحط ده. حط الزيت طبعا. الزيت يسخن على النار. طبعا يا جماعه احنا اتعلمنا الطبخ من الشيف وكده الواحد يطمن على مستقبله ان شاء الله. الواحد يطمن على مستقبله في المطبخ. تمام. احنا طبعا عاملين كمية مع بعض اسهل من كده مفيش. احنا بالمناسبة يا جماعة النهاردة احب في برنامج نتوجه بالتهنئة للمخرجنا العظيم الكبير الاستاذ وليد عمارة بمناسبة ان عيد ميلاده كان امبارح. كل سنة وحضرتك طيب يا استاذ يعني وليد. كل سنة وحضرتك طيب من الشيف كمان يا استاذ وليد، ونتمنى لك مزيد من الصحة والسعادة. يلا اخر واحدة معانا. تمام. وخلصنا. وننظف مكاننا. تمام 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 تمام. طب احنا بالنسبه لان في الشتاء بقى شيف، ايه افضل اكله ممكن ناكلها في الشتاء ده بقى؟ لان انت عارفه الشتاء بيحتاج اي اكلات تدفينا كل ما هو سخن مفيد معاك في الشتاء. غير العدس. كل ما هو سخن. غير العدس جميل. العدس اكله العدس. جميله. هو ولادنا يعني بيغلبونا شويه. اتدبسنا في العدس. ولادنا بيغلبونا العدس. شويه على ما ناكلها بس يعني بتاكل. يعني رجعنا برضه للعدس في الاخر. مضطرين له بقى. خلاص مجبرين عليه. خلاص احنا كده خلصنا. تمام تمام تمام. كده شغال معانا. معلش هنا بس ايه نقفل دي كويس. لازم يا جماعه زي ما انتم شايفين تتقفل كويس. لازم تتقفل المنظر كويس ده زي ما انتم شايفين علشان الجبنه يعني ما تسحش منك زي ما انتم شايفين في كده الزيت. المنظر تمام. والفراخ تكون متصفية خالص من أي لازم حاجة. تكون مفيش فيها بدون أي حاجة. سوائل نهائي. تمام. ده أهم حاجة في دي أهم في خطوة وجبة في الكوردن بلو. في الكوردن بلو. تمام. 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 وبعد كده تحط في التلاجة ساعة أو نص ساعة. كده كده عادي يعني. خلاص يا جماعة الأفضل من ساعة يعني. تمام. خلاص. يلا بقى أنا معايا هنا بقسماط. نشوف بقى يا جماعه نقليها ازاي ونشتغل فيها ازاي. على دقيق. تمام. على نشا، والنشا مهمه جدا. تقدر تقول لنا بقى اهميه النشا في الموضوع كده؟ النشا لما بتيجي تقلي الكوردن بلو تمام البقسماط بيخليه يتلهف على طول، يبقى مستوي من بره وني من جوه. تمام. ده بيأخر نسبه اللون، تحمير اللون من بره شويه. طب المعلومه دي تاني برضو يا جماعه نسمعها من الشيف تاني، ايه لازمه يعني النشا؟ النشا ان هي قالت ان النشا اهم حاجه في موضوع الكوردن بلو. لازم معلقه النشا اللي تاني. بنحطها علشان الكفر اللي بره بيتحمر بسرعه واللي جوه ما بيبقاش مستوي.
النشا بتأخر اللون بتاع الكفر اللي بره على بال ما يتحمر. صباح الخير مدام أمنية. مدام أمنية صباح الخير. منوري الشاشة، منور حضرتك، الله والشيف يخليك. ولاء منورة الدنيا بحالها. الله حبيبة يخليك قلبي يا يا فندم، أمنية. الله يخليك. منورة. ازيك يا شيف ولاء، منورة الدنيا ومنورة يعني التلفزيون والفيس واليوتيوب، منورة كل حاجة بصراحة بنورك الشيف يا ولاء. حبيبة عايزين قلبي. بقى، أنا عايزين برضو رأيك النهاردة برضو بنورك يا حبيبتي. في الطبق بتاع النهاردة على صفحة إيه رأيك؟ الفيسبوك. تمام؟ طبعا طبعا. لا بص هقول لك على حاجه، هي اتفضل. شيف ولا مفيش حاجه بتعملها انا بجربها او بقلدها فيها غير لما بتطلع حلوه، لا تمام، بتعرفي هو ان هي فعلا بسيطه هو فعلا شغلها وتحس جميل كده جدا. ان هي زينا يعني، مش هي بصراحة بتقهوى، بتفاجئنا، مش هي بصراحة بتفاجئنا كل حلقة بأكلة جديدة بصراحة. حبيبة لا هي قلبي جميلة، أمنية. هي جميلة، أنا متابعاها بقالي فترة. شيف ولاء أكلها تحفة وحاجاتها جميلة وبسيطة، وعارف الأكل اللي بيدخل القلب زي ما بيقول هو أكل شيف ولاء. طيب تمام. انا حبيبتي انا ربنا كنت اعرف ان يخليكي يا رب. امنيه يعني دايما متابعاني وجدعه، وانا فرحانه قوي سعيده قوي انا من بتسالك اساس النهارده. المعجبين بصفحتك وبيك يا شيف ولاء بجد، ربنا يعني يا رب نشوفك كده من الترند في مصر كلها، مش ميت غمر بس. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي امنيه، ربنا يكرمك يا قلبي. شكرا ربنا يكرمك. شكرا يا فندم، نورتيني نورتيني يا حبيبتي، نورتيني. ربنا يخليكي يا حبيبتي. شوفوا يا جماعه يا ريت توضحي اللي عملتيه. احنا هنا حطينا بيضتين وربناهم ومعاهم كوبايه لبن ومعاهم برضو نفس البهارات اللي معانا، ملح وفلفل اسود وبهارات لحمه او بهارات سبعه. التوابل دي ثابته معانا يا جماعه في الطبخه كلها من اولها لاخرها. انا ما بحبش كتر التوابل والله في الاكل خالص. بس ضروريه. ضروريه طبعا. طبعا بقى يعني اللي بيحط بقى بابريكا وكده، لا دي بقى اذواق بقى زياده. ده اذواق زياده يا جماعه. اللي بيزود حاجات تانية دي اذواق بقى، انما احنا قلنا لكم على الاساسيات نفسها. الاساسيات ده كده بعد ما كانت اتحطت في التلاجة وطلعت، هنبدا بقى نشوف. هنحط بقى، هننزل هنا كده في البيض واللبن. لازم طبعا تشرب لبن وبيض تتشبع بيهم طبعا. تمام. وبعد كده في خلطه النشا والدقيق والبقسماط. تمام. طبق صغنطط بس مش مشكله، هنعيش حياتنا برضو. هنشتغل على قد نشتغل بقى بالمتاح. تمام. زي ما انتم شايفين يا جماعه اتغطت تماما نهائيا بالدقيق والنشادر والنشا والبقسماط. معلش مش خبير شويه في المطبخ يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده زي ما انتم شايفين في الزيت على طول. ويلا في الزيت، الزيت معانا سخن وجميل. بتغيب بقى في الزيت يا شيف ولا لا؟ ما بتاخدش وقت، 10 دقائق. تمام. وزي ما قلنا في البيض واللبن، ونطلع نحط في الخلطة اللي عملناها معانا. لازم تتشبع تماما يا جماعة زي ما انتم شايفين، تتغطى نهائيا بالتوابل بالنشا وبالقصومات والدقيق. تمام زي ما انتم شايفين قدامكم. خش زوم اكتر على عليه. اظن اسهل من كده مفيش. لا يا جماعه ده كده اكله تمام. لذيذه وريحتها حلوه وسريعه كمان. ممكن تعملي معاها بسمتي، ممكن تعملي معاها مكرونه، ممكن تعملي معاها رز، تبع ما انت حابه، هتمشي معاكي في كل حاجه. ممكن تجيبي الطاسه شويه كده وتشوف لو سمحت تلفها شويه ناحيه، تلفي الطاسه شويه. مش انت عاجبها كده كده؟ تمام تمام كده تمام. ماشي. زي ما انتم شايفين يا جماعه الكوردن بلو في الزيت، تحميله مش بياخد وقت معانا خالص. بياخد وقت برضه يا جماعه. ممكن تعملي جنبه مكرونه او رز مكرونة بسمتي او كلام برضه رز. ممكن بعيش. على حسب جميل بقى أوي. الاذواق طبعا على حسب ما انت عاوز بقى. بتتباع بره، اكله مكلفه جدا. تمام. الطبق يعدي بره 70 جنيه قطعتين مع طبق رز بسمتي. مش مكلفه زي ما حضراتكم شايفين يعني. مدام لما انت ما تعملي في البيت. صباح الخير يا مدام. صباح النور. صباح الخير يا فندم، اخبارك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي الشيف مع حضرتك. ماشي، اكلم شيف ولاء. اتفضلي يا فندم، اتفضلي الشيف مع حضرتك. ازيك يا ولاء؟ ازيك يا ماجده حبيبه قلبي. انا ماجده يا ولاء. طبعا. هل يخفى القمر؟ ازيك يا حبيبتي، نورت الدنيا ونورت الشاشه. وطي التلفزيون شويه يا استاذه ماجده لو سمحتي. منوره الشاشه والله يا حبيبتي قوي. والله النور نورك يا قلبي والله. ربنا يخليكوا ليا يا حبايبي، وما يحرمنيش منكم ابدا ولا من طلبكم الجميله. لو سمحت لو سمحت يا استاذه ماجده طفينا التلفزيون بس لو سمحتي. وطي الصوت شويه يا ناجي. وطي الصوت شويه. ماشي حاضر، من عينيا. وطي التلفزيون حاضر. تمام. وطي خلص يا
نورتيني يا حبيبتي النهارده. لا ده منور بيكي يا حبيبتي بجد، نورتيني جميل. نورتيني يا قلبي والله. وكردون بلو جميل جدا يا ولا، كل لا هو الريحه بقى ديت واضحه هنا بقى استاذه ماجده بصراحه، يعني احنا عايزين نطلعها من الطاسه وناكل على طول. الريحه جميله صراحه واكلها جميل. ماما معانا عايزه اتكلمها. ايه حبيبتي؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. الو يا شيف ولاء، ست الكل اللي منورانا. النور ده يا حبيبتي يا لؤي. النور نورك يا قلبي والله. ده ايه المداخله السعيده دي؟ ربنا يكرمك يا رب. ايه المداخله السعيده دي؟ ربنا يخليكي ليا يا قلبي. لا ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلبي. والله العظيم الدنيا نورت بيكي النهارده. شكرا يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، نورت الدنيا بحالك. ربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. ده كنت برضه كده بالظبط. اه تمام، اصل هو ماسك نفسه ان شاء الله. تمام كده ادرك كده وعشان تعملي الطبق عشان الطبق الثاني. حبيبه قلبي يا ماجي، حبيبه قلبي والله. الله يخليك يا حبيبتي. ربنا يكرمك يا رب. انا محمد يا لؤى. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي يا ست الكل يا منوره الدنيا. الله يخليك. ربنا ما يحرمنا منك ابدا. شكرا يا استاذه. شكرا شكرا. نورتي الدنيا يا حبيبتي. شكرا. تمام يا شيف. اه تمام خلاص اكمل. زي ما انتم شايفين يا جماعه الريحه هنا بصراحه رهيبه جدا، واللون طالع. بصوا واللون بقى، اللون انتوا هتشوفوه، انا مش هتكلم في اللون اللي انتوا هتشوفوه على التليفون. في حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها. تمام. لما نيجي نقلي، بصوا تمام الفتحه اللي احنا قافلين منها الكوردن بلو. أكيد. الفتحه هي اللي هنسقط فيها في الزيت عشان كل حاجه تطلع معانا مظبوطه ما تفكش مني. يعني تحطها في الزيت من ناحيه اللي من ناحيه الميه كده. ممكن تقلب وهي في الزيت تتقلب عادي ولا خلاص بتكون مسكت نفسها النار؟ يا جماعه انت اول ما تيجي تحطي الكوردن بلو، اول ما تيجي تحطيه في الزيت تحطيه من ناحيه الفتحه اللي احنا قافلين بقى، او نهايه اللفه اللي احنا لفناها في الكوردن بلو. تمام. عشان تبقى مظبوطه معاكي. تمام. طيب اتفضل اشوف دعم ما تتقلى. اشوف الناس الصنف الثاني جاهزه لنا ايه تاني النهارده؟ مجهزه لكم بقى. ثواني. طبعا يا جماعه اكله زي كده اكيد هتحتاج جنبها طبق سلطه. هنعمل صوص الجبنه. مدام صباح الخير يا مدام منى. اهلا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. ازيك يا استاذ اسلام، اخبارك؟ الحمد لله تمام والله يا فندم. اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف ولاء؟ اتفضل الشيف مع حضرتك. يا حبيبه قلبي منوره الدنيا كلها يا منى. معاكي يا قلبي منوره الدنيا كلها يا ام منى. ربنا يخليكي، احلى شيف في الدنيا كلها يا جماعه والله. انتوا كسبتوا جوهره. لا هي فعلا بصراحه ابهرتنا. انا عن نفسي واقف الاكل هنا ريحته رهيبه بجد والله. انا سميت غمر شم ريحه وجوعتيني. المنصوره فندم، المنصوره بقى وشعب المنصوره. يا نور عيني. المنصوره وشعب المنصوره دايما بيطلعوا حاجات كويسه برضه. ربنا يخليكي ليا يا رب. بص يا استاذ اسلام، المنصوره تكسب في كل شيء يا فندم. انا من المنصوره برضه. اهلا وسهلا بيك. وانا كسبتك معايا من برنامج النهارده. تحياتنا يا جماعه لشعب الدقهليه كله وكل محافظات الجمهوريه والبروديوسر البرنامج. احلى تحيه ليهم واحلى تحيه للحشايشه كلها. الله يخليك يا فندم. شكرا يا فندم، بنشكرك. ربنا يخليك. بتوفيق حبيبه قلبي يا ام منى، نورتيني. بتدور عليه؟ معايا بقى الجبنه. هنعمل دلوقتي صوص الجبنه. شوفوا بقى يا جماعه سلطه صوص الجبنه دي جديده بصراحه، انا عن نفسي اول مره اسمعها. معايا جبنه فريكو مستورده. تمام. هنقطعها. فين السكينه؟ تمام. طبعا يا جماعه الكوردن بلو في الزيت. تمام. كوردن بلو في الزيت بياخد لسه لون النهائي. السلام عليكم. صباح الخير يا فندم. اذا الاتصال اتقطع. دي جبنه فريكو مستورده بتبقى جميله قوي. صباح دي بتسيح. صباح الخير يا فندم. عاود الاتصال بينا تاني يا فندم لو سمحت. اتفضل نشوف الكوردن بلو معانا. شوف بقى يا جماعه الكوردن بلو، نشوف الشكل النهائي للكوردن بلو. هو لسه على النار اهو، بس ما بيغيبش يا شيف. ايه؟ ما بيغيبش. ثواني. تمام. قطعنا الجبنه يا جماعه. معايا كوبايه لبن. كوبايه لبن هنجهزها للجبنه. تمام. ونحط عليها تقريبا معانا والده الشيف ولا. صباح الخير. معلقتين نشا. صباح الخير يا فندم. يظهر ان في اتصال اتقطع تاني. لا عيد الاتصال تاني يا ماما. اتصال اتقطع تاني، يا ريت تعيد الاتصال تاني. عيد الاتصال تاني يا ماما. اتفضل. كوبايه لبن حطينا فيها حوالي 3 معالق نشا. بعد ما قطعنا الجبنه يا جماعه ذره ملح صغيره خالص.
تمام. ممكن هنعوز نص كوبايه كمان. يا جماعه هنقول كوبايه ونص لبن. كوبايه ونص لبن معاهم 3 معالق نشا. صباح الخير يا فندم. خلاص يا جماعه الاتصال اتقطع تاني. بقى يا جماعه الكوردن بلو هنا بصراحه خد لون تاني خالص، خد شكل تاني خالص. احنا شايفين اللون طالع عامل ازاي؟ احنا بنعتذر عن عدم وصول الاتصال ده، اسفين لحضرتك. اهو طالع جميل جدا زي ما انتم شايفين يا جماعه الشكل النهائي للكوردن بلو، يعني خد اللون الذهبي زي ما انتم شايفين الشكل النهائي بتاع الكوردن بلو. يلا مع بعض نعمل الصوص. كوبايه ونص لبن. كوبايه ونص لبن، 3 معالق نشا، 3 معالق ذرة ملح صغيرة، ذرة ملح صغيرة، ومعايا الجبنة بتتقطع. والجبنة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة قطعناها بالشكل ده. ايوه هنحط كله مع بعض على البارد. تمام تمام كله مع بعض على البارد. طبعا بنقطع الجبنة الأول زي ما انتم شايفين. صباح الخير يا فندم. صباح النور عليك. صباح الخير يا فندم، احنا اسفين لتعذر الاتصال من حاليا، يعني اخبار حضرتك ايه؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله والله. صباح الخير يا كبير. عامله صباح الخير يا ست الكل. كان نفسنا تشرفينا النهارده. صباح الخير يا لولو يا حبيبتي، منوره الدنيا بحالها. نورت الدنيا كلها يا امي. منوره الدنيا كلها يا ولاء، ربنا يا رب. تحيه بنوجه لك تحيه خاصه من اسره البرنامج. حبيبه قلبي يا ماما. بنوجه لك تحيه خاصه من اسره البرنامج يا فندم. الله يخليك. صباح الخير يا استاذ. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. ربنا يكرمك. نورت الدنيا يا ماما. ربنا يخليك يا لولو يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يخليك. كانت ناقصاكي النهارده. الله 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 على الحاجات الحلوه اللي انت بتقدميها دي يا ولاء. حبيبتي يا ماما تعليمك. هو زي ما المثل بيقول بقى ابن الوز عواد. جميل يا بنتي جميل. حبيبتي حبيبتي. شكرا يا فندم. شكرا. شوف. الله يسلمك يا حبيبي. زي ما نشوف يا جماعه الكوردن بلو برضه اهوت. خلاص احنا برضه متابعين هنا. متابعين هنا. متابعينه. طبعا بعد ما حطينا الجبنه والحاجه كلها على البارد حطيناها على النار برضه تاني. لازم تاخد برضه وقت على النار تقريبا على النار. طبعا. زي ما انتم شايفين يا جماعه بعد ما عملناها حطيناها على النار تاني برضه زي ما حضراتكم شايفين. لازم يبقى كله على البارد. وبعد كده ياخد يخش على النار. طبعا انا تمام. مش عارف اوصف الريحه هنا عامله ازاي بصراحه، يعني والله الطعم بقى ولسه لما تدوق بجد ولسه حاجه حلوه قوي. ولسه الطعم بقى واكله مشرفه واكله بسيطه يا جماعه، مش واخده وقت يا شيف. لا خالص خالص. وصحيه للاطفال وكلام من ده، اي ام تعملها وهي مطمنه على الاطفال. يلا نكمل الباقي مع بعض. خلاص احنا مش محتاجين ده. وبالنسبه للسلطه، سلطه الجبنه دي بقى بتقعد بتجيب برضه على النار ولا بتاخد؟ لا في ثواني برضه. هي حالا هتمسك مع نفسها. تمام، يعني انت بتحطها النار لغايه ما تمسك مع نفسها. تجمد مع نفسها. احنا نفضل نقلب فيها المفروض، بس هي لسه ما سخنتش، يعني النار ايه هاديه هنا. تمام. المفروض ما نسيبهاش خالص. تقليب مستمر. تقليب مستمر. تقليب مستمر يا جماعه. مع وليه بنجيب الجبنه الفريكو المستورده؟ لان المصري ما بتسحش. مصر جامده شويه. المصري مش بتسيح. مصر جامده شويه. المصري معروف بجبروته وبقوته حتى في الجبنه. انا اشجع المنتج المصري طبعا. طيب. نمره واحد. احنا طبعا كان معانا مسابقه اللي اعلنا عنها الشيف. تمام، ومعانا فائز موجود معانا هيشرفنا الوقت باذن الله. تمام يا فندم. فين الشوكه؟ راحت فين؟ اهي. خلاص تمام، خلينا نشوف الشكل النهائي. خلاص. تمام. خلينا نشوف الشكل النهائي. ماشي، اخر واحده. السلطه. ماشي. لا يا فندم تمام. لا تمام. تمام. خلاص كده خلصنا. تمام. ونشوف الجبنه اللي معانا. احنا برضو متابعينها. شرف يا فندم، اتفضل. نحب يا جماعه نرحب بالفائز. اهلا 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 بضيف البرنامج النهارده. صباح الخير. نشرف. اهلا بضيف البرنامج بالفائز في مسابقه البرنامج الاستاذ مهدي محمد مهدي. شرفتنا يا فندم في الاستديو. اتفضل. الله ينور يا شيخ. الله يخليك. ايه رايك؟ والله انا اشكر الجماعه خليك قريب من المايك. المايك بتاع الشيخ هنا فيهم. هم الصراحه تعالى نهوض شويه شيف لو سمحت، تعالى خش عليه شويه. خش المره دي يعني غششوني صراحه. خش يا استاذ مهدي، اتفضل. شرفنا يا استاذ مهدي، قرب كمان معانا. ربنا يعز حضرتك. الله يبارك لك.
هم المره دي غششوني ان شاء الله، بس المره الجايه بقى هيبقى الفائز هيجي يتصور فعلا مع الشيف هنا ان شاء الله. المفاجاه يا جماعه بقى ان الشيف انا شرف ليا ان انا اطلع معاك. طبعا الشيف الشيف ولاء اضطرت ان هي تغشش الاستاذ مهدي زوجها اللي شرفنا النهارده في البرنامج عشان خاطر ما ينفعش ان هو لازم يبقى هو الفائز الاول في المسابقه. الله يبارك في حضرتك، ده شرف ليا. خلي بالك انا الحمد لله يعني قريب من المايك شويه يا استاذ. ام مهدي بنتي وزوجتي وصديقتي، كل حاجه في الدنيا ليا يعني الحمد يا لله. يعني احنا نخرج منها كده ربنا يعز حضرتك. الله يبارك في عمرك. الله يخليك. ويعني انا معاها وهي لسه كده 16 سنه يعني. تعالى اتفضل هنا في النص معانا. ربنا يعز حضرتك. الله يكرمك كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين الجبنه مسكت، ما خدش ثواني. زي ما انتم شايفين يا جماعه بقت عامله زي العجينه، مسكت في بعضها زي العجينه. اتفضلي كده. شايفين الجمال؟ طبق بقى كوردن بلو. شايفين الحلاوه؟ هاخدنا بقى طبق كوردن بلو كده بعد اذنك، نشوف بقى الشكل النهائي للكوردن بلو. الشكل النهائي طلع نصفي طبعا على مناديل المطبخ. طب احنا شايفين يا جماعه نصفي الاول الكوردن بلو. طبعا من الزيت بتاعه. الحلقه الجايه بقى استاذ اسلام انا اللي اطلع معاك ان شاء الله. خلاص الحلقه الجايه يا جماعه نعمل معانا الاستاذ مهدي، هو اللي هيطلع معانا الحلقه الجايه. نعمل لكم صينيه سمك حلو بقى كده من عمل ايديا يعني ان شاء الله. يا ريت تبقى قريب من المايك وانت بتتكلم. الله يبارك لك. بقول لك الحلقه الجايه ان شاء الله اعمل لكم صينيه سمك انا بقى ان شاء الله بامر الله. خلاص يا جماعه عايز اظهر نلاقي العيله كلها شغاله شيفات ويطلع معانا الاستاذ مهدي، ده شيء يشرفنا. ربنا يعز. زي ما انتم شايفين الجبنه يا جماعه، زي ما انتم شايفين الجبنه خلصت معانا. تعالى اتفضل يا استاذ مهدي بعد ما خدتش ثواني ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا جماعه عامله ازاي، شايفين زي العجينه كده او المطة طبعا كده وجميله بتمط وجميله جدا جدا لغايه ما تجمد وتاخد الشكل ده. بس خلاص ده حاجه سهله يا جماعه، ووجبه سهله جدا وطبق جميل جدا وصحي جدا زي ما الشيف وضح كل العناصر الغذائيه اللي فيه. الاطفال بيحبوه جدا والكبار بيحبوه جدا. لا والله الكبار حبوه قبل الاطفال. الكبار حبوه قبل الاطفال، انا عن نفسي حبيت واتعلمت. انا كده زي ما قلت لكم يا جماعه، انا اسهل من كده ما فيش. لا كده انا اطمنت حتى على مستقبلي يا شيف في المطبخ. انت كمان إن شاء الله. كمان حلقتين مع الشيف وابقى اقعد في البيت بقى استنى عدلي. ربنا يكرمك يا استاذ اسلام ويفرحك، انت من الله يخليك انسان محترم وخلوص. الله يخليك يا فندم، ده انا اللي سعيد بوجودك معانا النهارده ووجود الاستاذ مهدي معانا النهارده. انا اسعد والله بوجودي معاكم النهارده وسعيده اكتر. الله يخليك باستاذ مهدي اللي شرفنا ونورنا النهارده. طبعا ده رئيس المباحث. تمام. شايفين بقى الشكل النهائي عامل ازاي؟ شايفين؟ شوف الشكل النهائي يا جماعه، خش زوم بالشكل النهائي زي ما انتم شايفين يا جماعه. استنوا بقى ثواني. الشكل النهائي بصوا بقى، بصوا الجمال. اوه سخن مولع. طبعا يا جماعه سخن لسه خارج من الزيت. طب شفتوا يا جماعه اللانشون والروز بيف والجبنة. شايفين الجبنه السايحه؟ شايفين الجمال؟ طب ثبتي. طيب شيل ايدك كده شوف عشان مستوي من جوه. والجبنه عامله ازاي؟ شوف الشكل النهائي، خش خش على الشكل النهائي للطبق. تمام. شايفين الجبنه للطبق يا جماعه عامله ازاي؟ طبعا حاجه خرافه بصراحه، تحفه. ولا الريحه ولا الطعم. تمام. حاجه جميله قوي قوي قوي. وزي ما انتم شايفين الشكل النهائي برضو للجبنه، وادي للجبنه الصوص معانا. الشكل النهائي للصوص النهارده بيتحط كده، بنفرده برضو يا جماعه كوردن بلو زي ما حضراتكم شايفين. شيل تمام. طيب خلاص كده، خلاص احنا كده خلصنا وجبتنا النهارده. تمام يا جماعه، زي ده الشكل النهائي ده حضراتكم زي شايفينه للطبق النهائي. تمام كده شيف. تمام اهو. تمام خلاص تمام. طبعا يا جماعه هنا لا لا هنا من الاخر لا عشان ننهي لا طبعا يا جماعه في نهايه فقرتنا يا جماعه بحب اشكر الشيف ولاء مهدي اللي شرفتنا النهارده وعملت لنا احلى طبق كوردن بلو واحلى سلطه جبنه بالسوس. وبنحب ونرحب بالاستاذ مهدي محمد زوج الشيف والمتسابق اللي معانا. ربنا يبارك حضرتك. ربنا يكرمك يا استاذ اسلام، وان شاء الله الحلقه الجايه تكون موفقه برضو زي الحلقه دي ان شاء الله باذن الله. ويا رب اكون قدرت افيدكم وقدرت اوصل لكم المعلومه. تمام يا جماعه، هنخرج فاصل وراجعين انتظرونا.